دلوقتي تيجي ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في افتتاح الجوله الـ30 من الدوري الالماني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هو أول يوم في تطبيق التوقيت الصيفي وفقاً للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي. هيستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. النهاردة خطبة الجمعة هتكون بعنوان حق العمل. وزارة الأوقاف شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، ومدة الخطبة ما تزيدش عن 10 دقائق. النهاردة العشاء الدوري الألماني موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها بروسيا دورتموند مع بوخوم الساعة 9:30.